اهلا وسهلا بقناة رورو جيمز. اليوم راح نلعب ساكورا. اليوم قررنا خلاص نصير مناح كويسين، هنروح المدرسة ونساعد الناس. بدي ابكي، لا هنكون هيك مناح ووجه بريء. ايوه خلاص، لا في اوكي يلا عادي، معلش اتسكي كيف وين اروح؟ اويت، لا لازم اول شي ناخذ شنطتنا، لا لازم نعمل اكل اول شي. اوكي استنوا نصحى اول شي بنلبس المدرسة، بننام بنلبس المدرسة. ليش ننام بنلبس المدرسة؟ او ماي جاد ليش؟ اوكي اوكي هذا خلاص صحينا. هلا ايش نروح الحمام نتحمم؟ لا ويت شو هاد؟ ايوه نتحمم، تحممنا خلصنا خلاص. هنروح ايش في هون؟ هناخد فلوس عشان اذا كنا نشتري من البقالة ناكل هواء. اوكي اكلنا هواء خلاص، اكلنا الاكسجين. هاد فطورنا، فطورنا اكسجين والغدا كربون والعشاء ثاني اكسيد الكربون. ابصر ايش ايش حكيت ما بعرف، المهم او غاز، لا بالعشاء غاز، غازات اي غاز اي ليش لا. اوكي السيارة ولا هاي؟ خلص نعمل اوتو موتو زمر، لا لازم نعمل، لا لا أوك. لا ويت ما حيزبط، لا لا اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي خلاص حكيت اذا الرقم بوصل على اي حدا 10 خلاص، ولا لا اذا رحنا على الكبسنا 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 اوكي خلاص ما بدنا نعمل اشي. هناخذ السيارة مع انهم بمشوا مشي، بس انا كسلانة امشي مشي الشارع ونص وهالشارع كده رح اصف صفتي. او ماي جاد شو هالسيارة، تكون صفت المدير. اوكي هذا يعتبر انه نحن مناح على فكرنا، وكني ما حكيت محط حد. لا حكيت هكون طيبة مش اجي اضرب الناس، هذا لا يعتبر اصلا ما تكون غلط شو عادي. مشكلة اني كتير بطيئة فلازم ما رح تستخدم الهاي، هاي ما رح نستخدمها لانه نكون ناس عاديين. اوكي ناس عاديين لهم رجلين، ايوه رجلين. اوه ماي جاش انا متأخرة؟ اوه لا مش متأخرة خلاص، طول ما الاستاذ مش جاي او الاستاذة انا مش متأخرة. لا بدي انام بليز، لا بديش اكتب بليز اي شيء الا اكتب. ايوه هاي كم كم ساعة بياخد؟ بنزل تحت صح، بحكي تحت ما بحكي تحت بليز. والله خلصت بطلع علينا بالتاني نام الشعر هذا زي خاص راح تورينا الانصر. انا هنام نص بلعب على الموبايل اللي عامل حاله ماسك آلة حاسبة وأنا مش فاهمة إيش عم يعمل. نشوف شو بصير.
ايش بحكي؟ خلصت؟ زي بيقول ايش في امتحان شاينيز؟ I don't forget the cheating. You bad kids, I'm gonna punish you. شو الأستاذ هيك بحكي؟ كيد وإيشو؟ بسم الله. ايش؟ Are you pass ايش؟ لا. اوكي. لا بحكي لنا بدنا يضربنا. بعدين لا اذا حد ما حد يغش انه بحكي اذا غش ممكن يضربنا. كنت ويت تو بانش يو ايش سويت؟ شو الاستاذ المقزز هذا؟ كيف استاذ بحكي هيك كلهم طنشينا زي بدك تضربنا عادي عادي هذا شكله بعيط هذول شكلهم بعيطوا حينضربوا عارفين حالهم حينضربوا هيك هيضلوا واقفين بس طلع علي انا ليش حسيته بطلع علي او ممكن بلف راسه بعدين يطلع علي انا ما ايش دخلني يعني صراحه شكله كثير بخوف تعبالي هالتل الصراحة يعني ليش يحكي لنا هيك تعرف المس اذا المس الثانية حكت هيك يعني نحنا كتير صف كريه ما رايحة اعطاني اصلا هذا جابانيز نسن انجلش طب ما طب تخلص طب انا اعمل زي تايم اسرع نيكست تايم اوكي بسرعة ايوه ليش وقفت اوكي استنى مستر انجليزي تيجي تنور الصف بتعرف اذا لا جد ما حاضر اذا حكيت رح نقتلك واعمل زي الاستاذ الجابانيز هذا مش عارف ايش مال علينا صار يحكي I can't wait to punish you في تيست انا راح اغيب فكت المس طب وين المس مش المس بتكون بتركض هاي انتي لبسك بخزي شو الشعر هاد لا شو مطقمة حطيتي لي عدسات بيربل علشان طقمي مع السكرت استغفر الله انا بدي اروح ساعدوني هذولكم بهربوا التهي بموبايلك ايش حكت ما حكت ليش استنوا ده شو بتكتب ممكن افهم اوكي this translate this اوكي كتبت اشي بالانجليزي وحكت خلينا شو اسمه نترجم هالكلمات بالانجليزي شو بالانجليزي بالجابانيز اوكي شكلها ترجمته يعني الفوق انجليزي واللي تحت جابانيز او واو نتعلم في اثنين ناموا مالها ما بتحكي بتحكي ولا انا ما بشوف هيك الحصة هتكون انت شكلك بتحكي جابانيز اصلا تكتبي طبعا no one can تحكي شو اول شو يو ذا انسر مثل الاستاذ الاول شايفين بس كبسة اوكي بليز تحكي لي في امتحان تخيل يكون في امتحان everyone keep your papers open and look carefully vocabulary كلهم نايمين كلهم بيلعبوا بالموبايل هذا بعرف بتذكر كان صاحين كيف نام ما بعرف لا تطلع لي بليز يعني انت الطف تمام انا بدي اعمل عملية قتل الاستاذ اللي حكى لنا I can't wait to punish you بصراحة ايش يعني ضروري لازم نحكي معه بس وينه هاد انت هو انت لا مستحيل وينه لا حكيت ايش عنه لا وينه guys بدي اياه يا اخي وينك
نحتاجك والله كتير، مش انت. يا الله بعدو انسي كتير، انتي لازم اول واحدة تموتي، تعطيني تعلم الطبخ وتعطيني ابصر ايش. وينو خلاص كتير هيك، اصلا عيب يحكي هيك لطلاب، اصلا طلاب مش مهتمين الصراحة، بس ما بعرف عشان انه انا قلت كل هاد منهم، لانه حاسة انه هو من حاد، بس كان بس شعر اسود بس معلش. او بس، وتشوفكم في الفيديو الجاي، باي.